بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جدا سعيدين بالتوقيع اليوم مع تطبيق المطار كراعي رسمي لنادي الهلال، فهالنوع من الرعايات ان شاء الله سيتم التركيز عليها في الفترة القادمة. فلو تلاحظ انه هالرعاية ما حتكون على تيشيرت ولا ما حتظهر على التيشيرت، لكن حيكون لهم ان شاء الله تفعيل بطرق مختلفة عن طريق الوسائل الاجتماعية وعن طريق الظهور مع اللاعبين. فبإذن الله سنركز في الفترة القادمة على هذه النوع من الرعايات. تطبيق المطار من أكبر الشركات نموا في الفترة الماضية، سعيدين جدا بالشراكة معهم، إن شاء الله تعود بالنفع عليهم وتعود أيضا بالنفع علينا كنادي الهلال، ونعزز فيها الروافد المالية للنادي. يعني هذا الدليل أن يعني هالفترة الماضية كان عندنا شركات ورعايات استراتيجية وشركات استراتيجية، الآن انتقلنا إلى مرحلة جديدة من نوع من الرعايات كراعي رسمي في عدة قطاعات. هذا تطبيق المطار بيكون الراعي الرسمي لقطاع السفر والسياحة والفنادق، فهالتعاون وهالرعايات إن شاء الله تستمر في قطاعات مختلفة. أكيد طبعا القاعدة الجماهيرية والتأثير الإيجابي اللي يعني أكيد تطبيق المطار والشركات درسوا وشافوا أثره على العوائد التجارية وعلى العوائد على الانتشار لعلامتهم التجارية، هو اللي أكيد حثهم على التوقيع الرعاية مع نادي الهلال. فالهلال قاعدة جماهيرية كبيرة الحمد لله مليئة بالإنجازات، دائما في الريادة. بإذن الله سيعمل كمجلس إدارة وعاملين في النادي وأيضا جماهير لدعم تطبيق المطار.